هذا أنت هون؟ وشو عم تعمل؟ عم ضب كم غرض، بدي أخذهم لأمي. وكيف وضعها هلأ؟ سيء. قديش سيء؟ يعني كتير سيء. بس لا تصرفوا مصاري كتير، اوعى تصرف على شغلات فاضية. على هالغلاظة من الصبح. تقربك البقية بحياتك. شو عم تعمل عندك؟ ها؟ شبك مثل الأهبال؟
تعذبت كتير للاقيت مكان ادفن فيه امي. ايه ماتت مقهورة، امي ماتت مقهورة بسببك، من وراء اهمالك وظلمك ومعاملتك السيئة. اخرع سرعك. اه اسمعوا، لا امك كانت مريضة وماتت، اذا بدك تبلش تعمل مشاكل نلع من البيت. لا تبحرق فيني هيك، نلع. فيني أخذ كمبيوتر؟ طلعت النتائج، روح شوف. ألف الحمد لله. طمنا. نجحت. شو طلع لك؟ هندسة إلكترونية. برافو عليك. مثلا كمال، ايه هديك المرة اكل مقلب مرتب. اتركه يصطفل. كم مرة صرت حاكي معه؟ ما ناوي يفهم. لازم تعمل اللي عليك. ما تلعب. لا تلعب اذا ما بتعرف. حاكي صحيح. استشير بالأول. مو مين ما كان بيعرف يلعب. كنا نلعب كثير. إيه لكن. لك من زمان كثير بنلعب هاللعبة. بالله عن جد. كنا نلعب 3 مرات بالأسبوع. والله بعدين تركت هالقصص. بتذكر إنك ربحت كثير مصاري. والله مثل ما بتعرفوا ما كان في أكثر من نسوان بهذيك الأيام. روحناها. من كل عمره. هذا أنت. قصصه ما بتخلص. شوفي شو جيت تشرب معنا. إيه والله هيك شكله. بابا أنا. نجحت ورح سجل بالجامعة. والله برافو عليك. تاخذ لك كاس. ولك انت ايه ما تقدمت امتحانات. والله برافو عليك. ايه وشو رح تطلع يعني؟ اه مهندس، مهندس الكترونيات. ولا طلعت والله ما انا قليل. اه بكره بتجيب مصاري وبترافق هالبنات وبتمشي. بكره بصير زنجيل حبيب أمه المرضي وخد على صرف وبعزقة. إيه شو بده أحسن من هيك؟ حل عنا بقى. إيه يلا نشوف المشروب على مين. أحسابك يا بابا. يلا شراب شراب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.